أهلا بكم متابعين قناتي قناة مصر الآن. أسوأ إطلالات النجمات في حفل افتتاح مهرجان الكونة. حرصت نجمات الفن خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان الكونة السينمائي على ارتداء أجمل التصاميم والتألق على السجادة الحمراء، إلا أن بعض الإطلالات جاءت غير موفقة، إما بسبب ارتداء تصاميم غير مناسبة لشكل أجسامهم أو اعتماد تصميمات قديمة غير ملائمة لطبيعة الحدث. ونستعرض لكم أسوأ إطلالات نجمات الفن خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة. في افتتاح مهرجان الجونة 2020 إطلالة كل من إلهام شاهين وهالة صدقي كانت غير موفقة أبدا، لا من ناحية قصة التصميم ولا من ناحية الإستايل والألوان. أما عن إنجي المقدم فاختارت إنجي فستان ميدي باللون الأخضر الباستيل وبإكستنشن من الخلف بنفس لون وخامة الفستان. وعلى الرغم من نعومة ولون الفستان والتصميم إلا إنها كانت إطلالة غير موفقة تماما، لأن الفستان جعلها تبدو أكثر طولا وبوزن زائد وكمان أبرز منطقة البطن عندها. والإطلالة اللي بعد كده كانت لزينب، اعتمدت زينب فستانا بقصة الأميرات باللون الموف المتلج. جاء تصميم الفستان غريب وغير مفهوم وخاصة عند منطقة الصدر، والخامة أيضا لا تتناسب مع حدث هام كمهرجان الكونة السينمائي. أما عن طلة جمانة مراد فاعتمدت جمانة فستان طويل بدرجات اللون الأخضر الفاتح مزينا بالكامل بالترتر والتطريزات، ولكن سبق وأن رأينا هذا التصميم مئات المرات، وخاصة مع وجود الكشاكيش على شكل وردة ضخمة على أحد الجانبين، لذلك كانت إطلالة غير موفقة. والإطلالة اللي بعد كده كانت لمها الصغيرة، اختارت الإعلامية وزوجة الفنان أحمد السقا فستانا طويلا من المخمل مع بليزر من دار الأزياء البريطانية الشهيرة المعروفة بتصميمها الغريب. جاء التصميم غير مناسب للظهور على الريد كاربت وخاصة في حدث هام كمهرجان الجونة. أما عن غادة عادل فارتدت غادة فستان باللون الزهري مزود بحبيبات براقة. قصة التصميم لم تتناسب مع جسمها خصوصا عند المنطقة العلوية من الناحية الجمالية، وكمان اللي زاد دهشة متابعين غادة عادل هي ظهورها بوجه منتفخ جدا مما يؤكد انها لجأت الى حقن البوتوكس في وجهها اذ بدأ منتفخا بشكل مبالغ فيه. اختارت غادة عادل تسريحة شعر ويفي كما اعتمدت على مكياج ارتجز على الايشادو والروج الحيادي. وكمان اطلت الفنانة شيرين رضا في حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها البعض بالغريبة والأسوأ خلال اليوم الأول للمهرجان. وارتدت الفنانة الجميلة شيرين رضا فستان غوريلا مرصع من الظهر، الفستان أظهر منطقة البطن عندها، وكمان الفستان مع قصة الشعر خلاها تبدو أكبر سنا. وكمان أثارت مقدمة البرامج والممثلة اللبنانية سينيتيا خليفة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها في مهرجان الجونة بدورته الرابعة. ظهرت سينيتيا وهي ترتدي بدلة باللون البيبي بلو تميل إلى التصميم الرجالي. لفتت سينيتيا الأنظار إليها بسبب تصميم البدلة، كانت أوفر سايز بطريقة مبالغ فيها حيث انتهت رجل البنطلون عند أسفل الحذاء، ومن أعلى لم تعتمد سينيتيا على ارتداء ثوب أو شميز أسفل جاكيت البدلة. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك أخبارنا اشترك في القناة عشان يوصلك منا كل الأخبار.